يا ما يا ضاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا، لا تتعجب ولا تستبعد ذلك، فلقد كان التغير كبيرا والفارق ملحوظا بأدنى نظر وأقل تدقيق، فقد حمل راية العدالة من به امتلأت الأرض نورا وعدلا وحكمة وإيمانا. وانظر إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر رضي الله عنه للنجاشي ملكها، حيث قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه. نعم، كان لابد من عون رباني ومدد إلهي، وقد استضاءت الدنيا وابتهج المنصفون وسعد السعداء بقائد لا كالقادة ونبي فاق الأنبياء، فينبغي لكل متبع له ومؤمن به أن يسأل عن تاريخ هذا الرسول العظيم والنبي الأمين، إذ إن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة القدوة، وحتى يتم الاقتداء به كان لابد من معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم.